احمر ليه؟ في هاي هاي مين انت؟ مين انا؟ عبد الفتاح جريني. جريني ما غيره اللي بيغني. انا اللي بيغني بشعر ده. انت مين؟ انا برونا من لبنان، وانا جاي اقدم كوك ستوديو. كوك ستوديو ازاي؟ ليه شوفي؟ لانه انا اللي هقدم كوك ستوديو. لا لا لا، انا رح اقدم كوك ستوديو. على فكره انت غلطانه، انا اللي هقدم كوك ستوديو. مش معقول، لان قالوا لي انه انا رح اكون مع ستارز. بلاش تخليني اتنرفز يا بنتي، افهمي. انا جاي اقدم كوك ستوديو. انا هنتفق. تعالي اقول انا اللي هقدم كوك ستوديو. انا اللي هقدم كوك ستوديو. بقول لك انا انت بتفهمي؟ والله العظيم انا. تعرف شغلي، بعتقدوا بكوك ستوديو بكل حلقه في 2 ستارز، يعني ستار معي وستار معك. هما 2 واحنا 2. مظبوط. تعرف شو؟ انا رح اشوفك على سيت كوك ستوديو. هشوفك في كوك ستوديو، بس انا اللي هقدم. باي جريني.